انت عراقيه مقيمه في تونس؟ مقيمه في تونس و أو يعني تونسيه اي من زمان يعني الحمد لله وربي يحميها تونس. وقاعده نتو نتكلم معايا نقول يا رب شوف الخير شوف الخير، تونس بخير، تونس الله حاميها الله حافظها. والله قديش عندك مقيمه في تونس؟ انا كنت نروح ونجي، اما من يعني من فتره هذه من 2003 اي مقيمه يعني على طول 19 قريب 20 سنه الحمد لله. الحمد لله مرتاحه مرتاحه الحمد وشكر لك يا رب ويحفظها، ديما ندعي لها في صلوات، نمشي وندعي لها ونمشي وندعي تونس. تونس خاطر لقيت راحتي، نحبها نحبها من الجغرافيا، من كنت نقرا في الابتدائي جغرافيا على تونس حبيتها اي وقررت اني اعيش فيها قديمه. الحمد لله والشكر لك يا رب، ويا ربي يحفظ تونس يحفظ اهلها وشعبها ويحفظ الرجل الوطني اللي يحميها. اي تونس وحده واحده. شنو رايك في الرئيس التونسي؟ روعه روعه. انا في بالك انا السيد الاستاذ قيس سعيد، انا شفته اول مره من كان الله يرحمه الزين، كنت نحكي لهم كان يخرج في التلفزة الوطنية ويحلل القانون، يحلل يسألوه على القانون الدستوري. أنا والله بهتت فيه، ظليت نخزر فيه نقول هذا الرجل مو طبيعي عجبني، وتدور الدنيا ونشوفه مرشح للرئاسة، قلبي حس أنه هذا الإنسان وطني وربي يحفظه. مش لشخص ما أعرفه أنا، ولكن حسيت هذا الرجل يحب بلاده، وكل زعيم وطني يحب بلده هو على العين والراس، وربي يحفظه ويحفظ تونس. وإن شاء الله لن يمر لن يمر أحدا لا يحب تونس، وتحية تونس. أي ربي يحفظها ويحفظ شعبها. الحمد لله والشكر لك يا رب. عندي أولادي الحمد لله ثلاثة كبار، يعني أنا أستاذة عربية أي قريت في العراق وقريت في تونس حتى. أنت جيت خاطر تحب تونس؟ أي نحب تونس. أنا كنت نقدر نروح حتى لأوروبا، أما ما نجمش بلا بلد عربي لا يرفع فيه أذان الصلاة، هكا هي هذه أذان الصلاة. والحمد لله والشكر تحية تونس. والله نمشي وندعي، تو أنا كنت في السوق نمشي وندعي له نقول يا رب يحفظ تونس حتى ربي يحفظها ويحفظكم أنتم الشباب، نحبهم يعني فرقت قلبي والله كنت نحب، لا بالعكس من قلبي والله العظيم كنت نحب نتكلم وديما نكتب اني يعني نشجع تونس، وعلى الفيسبوك نكتب ويحضروني يحضروا الصفحه مالتي خاطر نعلق في صالح تونس. شنو سر حبك الكبير هذا لتونس؟ نحبها ما ادري ما اعرف رب العالمين، ما بلد طبيعي كل شيء بيه طبيعي، جمال الله الله أعطاها الطبيعة، البحر والطبيعة والجبل وخيرات فيها، خيرات كل شيء بيها، لكن ما حاسين بقيمتها هم. يوم اللي يحبوها ويخافوا عليها والله تونس لا بأس عليها. وأنا تو يعني من يوم قلت يلزمني نزرع كل شيء، قاعدة نزرع في الطماطم نزرع معدنوس هكا اكتفاء ذاتي، والحمد لله اللي نزرع يخرج تو. هذا انت زرعته؟ كله تو شريتها، هذه شتلات صغيره من الاسواق باش نزرعها عندي اكتفاء ذاتي. الزراعه نفط دائم.